المنصف اخماخ مقبل كل شيء الشارع الرياضي في سباق السيد سائل على الكبر اللي تسرب او الاقاله او استقاله نيستر كلوزن في الشيء هذا انتم شو تقول؟ الموضوع هذا انتهى للمدرب نيستر كلوزن المدرب الفريق وعلى راس الاداره الفنيه للنادي على راس الاطار الفني للنادي معناتها لاخر الموسم. المشكل الاساسي اللي كان ربما خلت البوليميكا اللي تصير هي مشكله الترخيص. مشكله الترخيص هذايا تنحات مع الاداره الفنيه للجامعه وعندنا تراخيص اللي بالنسبه للمقابلات حتى لاخر الموسم في انتظار يقدم معناتها في نهايه الموسم في اول تراب يمشي يعمل ليكيفالونس تاع الدبلوم تاعو. باش السي المنصف على خرج الخبر هذا من شكون حسب اللي خرج إشاعة مثلا؟ معاش كنت نعرفوا تو هو ثم حكينا الممرن عبد انتعاب وكونوا ثم مشكله نتاع ايكيفالونس سي فري ونا بارلي كو سي معناتها يكون ماهوش على البنك ولا كل مره هكا وداخلين على البلاي اوف خلينا نصبوها من تو معناتها قال كاني معناتها مش يعطوني خلينا نمشي على الروح. المشكله هذه تحل مع الجامعه هذا هو السبب الاساسي اذا نحبوا معناتها اما شكون خرج الاشاعه ولا الاخبار سي غازي القريري زاد الاسم تطرح البديل يعني شو يقول لك شو معناتها تطرح البديل هو كي يقول لك كي يسمعوا الناس ثم مدرب ماشي تبدا الاسامي تخرج كهو هذاك الناس تخرج شو نعمل غازي الغرايري ولا الممرنين معناتها كل ممرن معناتها مطروح تولي معناتها ما عندناش قرار لقطع العلاقه مع المدرب كلوزن والا انتداب ممرن جديد اي كان اسمه.